الحال أخوتي المشاهدين مستمرين معكم في تغطيتنا لفعاليات بطولة الجاليات الخامسة هنا على أرضية ملعب مركز مكة الرياضي في يوم السيمي فاينل في يوم مباريات دوري الأربعة. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات من استضيف الرائد مسفر اليامي المتواجد في هذه الليلة والمتواجد في لقاءات السيمي فاينل. في البداية أستاذي أرحب بك أمس عليك عبر عرس التي في بازيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر القناة الرائدة على الإشراف وعلى التغطية الجميلة هذه، وأتشرف بوجودي اليوم في السيمي في دور الأربعة، وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله والسداد. سعادة الرائد مسفر، يعني اليوم بطولة الجاليات حقيقة حضور جماهيري حشود جماهيري يعتبر الأول على مستوى بطولة تنظم في أحياء مكة المكرمة، كيف شفت الحضور الجماهيري؟ كيف شفت لمة الشباب على أرضية هذا الملعب وفي هذه البطولة؟ بالنسبة للبطولة الجاليات هي البطولة الخامسة، وأنا متابع بتواجد الأستاذ سامي الشيري في من ضمن المنظمين، والشكر خاص للأستاذ علي الصبياني المنظم للجاليات. فلاحظ البطولة فيها تطور من بطولة لأخرى. السنة هذه ما شاء الله الحضور كثيف لدرجة الملعب صعب انك تدخل الملعب بطريقة صعبة جدا، والله يعين المتواجدين في المبنى هذا واللي جنب المبنى هذا. اليوم مباراة كانت من اروع المباريات نيجيريا والسودان، وعلى وشك بدء مباراة اليمن او بورما، كيف شفت الجاليات المشاركة والمباراة الاولى ومع بداية المباراة الثانية قراءتك الفنية؟ بالنسبة للبطولة وبطولة الجاليات هذا الهدف الرئيسي أو الاستفادة الوحيدة لظهور مواهب أو لاعبين قد يفيدون دولهم خارجيا أو داخليا، وهذا هو الفائدة اللي ممكن يعني نتطور فيها البطولات أو نستفيد من البطولات المنظمة. هذه بطولة لها هدف المدى البعيد، وهذه من نقطة تحسب للبطولة والمنظمين في هذه البطولة. أستاذي لا نريد أن يطيل الحديث مستغلا هذه الوقفة، كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء. أولا أحب أشكر القناة الرائدة على التغطية والقناة المركز الإعلامي بصفة عامة، المتواجدين المصورين جميع العاملين لدى هذه البطولة وجميع القائمين بها. شكر خاص للمنظم علي الصبياني، شكر لجميع الإخوان، شكر للأستاذ سامي الشيري للإلحاح علينا في الحضور والتواجد هذه الليلة، وشكر لك خاص، والله يعطيكم العافية. لا شكرا لك، حياك الله.